السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. اللي طلب نموذج أسئلة مادة الأحياء للصف الأول متوسط، هذه نموذج أسئلة إن شاء الله تستفادون من عدها. ملاحظة، الإجابة عن 5 أسئلة فقط. السؤال الأول، عرف ما يأتي: أولا الحقل المجهري، ثانيا علم التصنيف، ثالثا الخلية، رابعا الإنزيمات، وخامسا الانقسام الخلوي. هذه هنا عندكم التعريف موجودة بالكتاب وواضحة، عندكم ما حاجة أحلها. السؤال الثاني، أليف عدد فقط الأجزاء البصرية للمجهر الضوئي المركب، هنا الأجزاء البصرية. ب، أرسم مع التأشيرة المكونات الرئيسية للخلية. السؤال الثالث، أجب عن فرعين. الفرع الأول، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية. النقطة الأولى، جزء المجهر الضوئي المركب الذي توضع عليه الشريحة يسمى المنصة، صح. ثانيا، قوة تكبير المجهر الضوئي المركب تصل إلى 1000 مرة، صح. ثالثا، يتحكم الغشاء البلازمي بجميع أنشطة الخلية، صح. أربعة، التكاثر هو زيادة حجم الكائن الحي بسبب زيادة عدد خلايا الجسم، الجواب خطأ، مو التكاثر، النمو. خمسة، جهاز كولجي يشكل المادة الأكبر في تكوين الخلية، كذلك خطأ. ب، ما الفرق بين البسترة والتقييم؟ هذه عندكم بالكتاب. جيم، عدد الممالك الخمسة للتصنيف الحديث، الممالك الخمسة وبالترتيب. السؤال الرابع، اختر الجواب الصحيح من بين الأقواس: أولا اللغة المستخدمة في التسمية الثنائية هي اللاتينية. ثانيا، أول من اخترع المجهر هو العالم زكريا جونسون. خمسة، تحتوي الخلايا الجنسية الأمشاج على 23 كروموسوم. أربعة، وظيفة جسيمات الحالة هي تنظيف السيتوبلازم. خمسة، أكثر المجاهر دقة هو المجهر الإلكتروني النافذ. السؤال الخامس، فرع أليف، ما هي العضيات المكونة للخلية؟ هنا تحددونها فقط. بعدد اكتشافات العالم لويس باستر، كذلك موجودة عندكم النقاط بالكتاب. السؤال السادس، علل ما يأتي، 4 فقط. أولا، يسمى الانقسام الاختزالي بهذا الاسم. ثانيا، يؤدي نقص الإنسولين إلى المرض السكري. ثالثا، الغدة النخامية تسمى سيدة الغدد. أربعة، يعدل الانقسام الخلوي من أهم الفعاليات الحيوية للخلية. وخمسة، تعد النظارات الطبية مجاهر بسيطة. هذا بالنسبة لنموذج أسئلة أحياء للصف الأول متوسط، وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.